بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ به جل شأنه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، هذه التقدمة التي بين يدي المحاضرة الطيبة إن شاء الله من فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي بعنوان اتقوا الله في مصر، هذه رسالة إلى كل التيارات الإسلامية، رسالة إلى كل مواطن مصري، رسالة إلى العالم الإسلامي، رسالة إلى الدنيا بأكملها. اتقوا الله في مصر، ولنا في ذلك قول: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، لا يمكن أبدا أن تنهض الأمم أو أن تستقيم الجماعات بالعنف وبالأفكار المتطرفة المبنية على عدم العلم بدين الله عز وجل، المبنية على عدم الفهم لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أس هذه الدعوة المباركة هو العلم بدين الله عز وجل، وكما يقولون إن السلوك مرآة الفكر، فإذا استقامت الأفكار والتصورات فإن السلوكيات تنضبط، وبذلك يخرج مجتمعا لا يرغب إلا وجه الله عز وجل في نفسه وفي أمته وفي إخوانه وفي حتى غير المسلمين. قال ربنا عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. مصر يا عباد الله قد لا نعرفها ونحن من أهلها، وإذا أردنا أن نعرف حقيقة مصر فلننظر إلى الدراسات الحديثة والقديمة التي أعدها أعداء هذا الدين وزادتهم غيظا وحنقا على هذه الأمة المباركة وهذا البلد العظيم. فمن أين نبدأ يا مصر الكلام، وكيف نلقي عليك السلام قبل وقفة الاحترام؟ مصر ذكرها الله عز وجل في القرآن صراحة في أكثر من موضع، وذكرت في مواضع كثيرة بقرائن، أو دلت على ذلك قرائن متعددة. حنكتفي بذكرها صراحة في كتاب الله سريعا، فمن ذلك قول الله عز وجل: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وقوله تعالى مخبرا عن فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال الله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، وقال الله عز وجل: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. مصر فيها درة مكنونة قد لا يعرف مكانتها كثير من الناس، هذه الدرة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أربعة أنهار من الجنة، من أنهار الجنة: سيحان وجيحان والنيل والفرات. فنهر النيل
هو من أنهار الجنة. مصر يا عباد الله ذكرت يعني شهدت مواقف عظيمة، ومن أعظم تلك المواقف موقف هاجر عليه السلام، أم إسماعيل التي لقنت البشرية كلها درسا لا يزال ينقله التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حينما سألت أبو ولدها إبراهيم عليه السلام وقد تركهما في مكان لا إنس فيه ولا زرع ولا شيء، فقالت: يا إبراهيم، إلى من تدعنا؟ إلى من تتركنا؟ وهو لا يجد إجابة يرد بها، شافية كافية يرد بها عليها. فقالت: الله أمرك بهذا؟ فكأنه وجد ضالته المنشودة وقال: بلى. قالت: إذن لا يضيعنا. حسن التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى والثقة فيما عنده. لقنته هاجر أم إسماعيل ابن ماء السماء، وذلك يطلق على أهل مصر أنهم أبناء والدنيا كلها والعرب المسلمون جميعا ابن ماء السماء، الذي جعل الله عز وجل له معجزة خالدة إلى يوم القيامة ترتوي ملايين البشر دون نقص في ذلك الماء الذي تفجر على عقب جبريل عليه السلام زمزم. هذه المرأة التي لقنت البشرية هذا الدرس هي مصرية، وأم جدكم إسماعيل أبو الأنبياء وشيخ الموحدين. مصر أيها الإخوة تقلد فيها يوسف الوزارة بعد أن نجاه الله من الجب، تقلد الوزارة والتقي بأبيه يعقوب عليه السلام وإخوته الذين ألقوه في الجب، وكان صنيعه معهم بمصر نعم الصنع، نعم الإحسان، نعم القربة، نعم حقوق الأخوة على أرض مصر المباركة. نصر الله كليمه موسى عليه السلام، نصره بعد أن جرفت مياه النيل، ذلك الصندوق الذي يحمل للدنيا زخرا ويحمل للدنيا فخرا، يحمل في طياته رضيعا توكلت أمه على الله عز وجل حينما أمرها: فإن خفت عليه فألقيه في اليم، فإن خفت عليه فألقيه في اليم. فحسن ثقتها في الله عز وجل وشدة ارتباطها به سبحانه وتعالى وتوكلها عليه عز وجل ألقت بفلزة كبدها استجابة لأمر ربها في النيل، وكان أن نصره الله عز وجل بعد أن حملت هذه المياه، مياه النيل، هذه الدرة المكنونة وهذا الخير الوفير، ورسى عند قصر فرعون. مصر أيها الإخوة الكرام على أرضها وتحت سمائها عاشت آسيا زوجة فرعون، آسيا التي كملت ولم يكمل من النساء غيرها وثلاثة، آسيا التي لقنت الدنيا درسا في الثبات على العقيدة. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. مصر على أرضها سطر السحرة أروع معاني التضحية والفداء، سطروا أروع معاني الثبات على الحق، جادوا بأنفسهم فنصرهم الله عز وجل على فرعون نصرا مؤزرا، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين
رب موسى وهارون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لم يعير اهتماما للعذاب ولا للتهديد ولا للوعيد، إنما رغبوا في المغفرة بإقبالهم على رب الأرض والسماء. مصر فتحت يا إخواني الكرام، فتحها عمرو بن العاص، وكان من أعظم المواقف التي صدرت في هذا الفتح العظيم المبارك موقف الزبير ابن العوام، هذا الصحابي الجليل الذي ألقى بنفسه داخل أسوار مصر ليفتح باب الحصن الذي تأخر عن فتحه جيش عمرو بن العاص، أكرمه الله عز وجل وفتح مصر هذا الصحابي. وكان للزبير هذا الموقف شاهدا، ولذلك في رقبة كل مصري جميل للزبير بن العوام، والجميل الأكبر لعمرو بن العاص، والأكبر منه لعمر بن الخطاب قائد الفتوحات في عصره رضي الله عن الجميع. فتحت الأسكندرية بلد الشيخ ياس، فتحت الأسكندرية على يد عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ومن الفاتحين العظام هذا الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح عين شمس، عين شمس حي من أحياء القاهرة اليوم، وكذلك عمرو بن وهب الجمحي فاتح دمياط وتونة ودميرة ودقهلة اللي هي دقهلية اليوم، وبناء وبوصير من شمال مصر، وعقبة بن عامر فاتح جنوب مصر يعني أرض الصعيد الآن، والمقداد بن الأسود وأبو الدرداء وفضالة وعمر بن علقمة وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن عمرو بن العاص ومحمد بن مسلمة وأبو رافع وغيرهم من الصحابة الذين فتحوا مصر واستقروا بها. ثم ما العلم وما أدراك من العلم الذي نبع من أرضنا هذه ونحن الآن نتهاون في هذا الشأن، وسبب الدمار والخراب التهاون في طلب العلم، وسبب الحياد عن الطريق، وسبب الردة والانتكاسة هو تنكب طريق العلم والعلماء. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فمن أعظم فقهاء مصر الليث بن سعد، قال فيه بعض أهل العلم الليث أفقه من مالك، مع عدم شهرته، لأن تلامذته ضيعوا تلامذته لم ينقلوا عن هذا الليث الأسد، هو من أهل العلم الكبار الذين استقروا في الديار. شيخ الإسلام عبد الله بن وهب ابن مسلم القريشي، قال ابن كثير عبد الله بن وهب إمام أهل الديار المصرية، كان الإمام مالك بن أنس يكتب إلى عبد الله بن وهب فقيه مصر وما كتبها مالك إلى غيره. كذلك من الأئمة الكبار الذين نزلوا مصر واستقروا فيها إمام الشافعي، الإمام الشافعي رضي الله عنه وعن جميع العلماء، الذي قال في شأنه الإمام أحمد رضي الله عنه: الشافعي كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل ترون عن هذين خلف أو عن هذين عوض أو منهما خلف؟ لا يمكن أن يعيش، عاوز يقول يعني ما حدش يقدر يعيش من غير إمام الشافعي وفقه الشافعي الذي ترعرع في مصر وكان مذهبه الجديد كله في مصر. مصر هذه الإمام البوطي فقيه من فقهاء مصر، كان من
شيوخه ومن تلامذته من ملأوا الدنيا بأسرها، ومن محدث مصر الحافظ السلفي المحدث الهمام الحافظ السلفي نزيل الأسكندرية. وذلك انت تستغرب تقول لي اشمعنى اسكندرية يعني الشيخ ياسر وشيخ احمد حطيبة وشيخ احمد فريد؟ لا، هي اصلا ميراث ولا احنا تعرف ليه، هي هو ميراث حقيقة، يعني هو ميراث الله عز وجل يصطفي من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. قال نزيل الأسكندرية السلفي وقمرها وهلالها وبدرها وجمالها شيخ الإسلام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي أو السلفي استوطن الأسكندرية 65 سنة إلى أن مات. كذلك شيخ الإسلام الحافظ الإمام المنذري، الإمام المنذري كان تلميذ الإمام الشافعي، كان كتاب الإمام المنذري كان يقول البكر بمصر كان يكون في شوارها في جهازها، كتاب الإمام المنذري مش بتاع ده فرن اسمه فرن ايه فرن اللي بيجيبوه ده دلوقتي اسمه يا شيخ كان فرن، لا كتاب الإمام. ما فيش واحدة تتجوز في مصر ولا بنت تتجوز في مصر إلا ما يكون من ضمن الشوار الترغيب والترهيب بتاع الإمام المنذري شيخ الحفاظ رحمة الله عليهم. من شيوخهم الشيخ أيضا المحدث بالدار المصرية الحافظ العراقي وأستاذ الأستاذين، أستاذ الأستاذين حافظ الدنيا الإمام أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، العسقلاني أحمد بن حجر صاحب إيه؟ صاحب فتح الباري. إن قلت نهر فهو للحجر انتمى، ومن الحجارة منبع الأنهار، أو قلت بحر عسقلان أصله فالناس عالة بحرها اليزخاري، كم قد رحلت وكم جمعت مصنفا فالدين فيه أحييت بالأسفار، وسكنت في العلياء تقى وفضائلا أنت الشهاب بك اهتداء الساري. اهتداء الساري اللي هي مقدمة ايه؟ هدي الساري مقدمة ايه؟ مقدمة فتح الباري مقدم. ومنهم الحافظ الهيثمي صاحب مجمع الزوائد، وهذا الصحابي كان عجبا في الدنيا والتقوى والزهد والإقبال على الله. ومنهم الحافظ السخاوي ومن أهل مصر العباد الزهاد الحكماء وعلى رأسهم أبو الفيض زنون المصري، هذا العابد الزاهد الذي ملأ الدنيا بعبادته وزهده تقربا لله تبارك وتعالى. كذلك ممن سكن الديار المصرية فشرفها وآنارها السيدة المكرمة الصالحة نفيسة ابنة الحسن ابن زيد ابن سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، كانت رحمها الله وأكرمها من الصالحات العوابد. وكذلك أبطال مصر آخر الكلام، يعني أبطال مصر الميامين المجاهدين الفاتحين الذين سطروا أنصع الصفحات، عبد الله بن سعد بن أبي السرح هذا البطل المغوار وجنود مصر ومعهم معاوية رضي الله عنه. كذلك صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي سيد المجاهدين بطل حطين محرر القدس من أيدي الصليبيين سكن مصر ووجد بمصر رضي الله عن الجميع. إذا كانت مصر بهذه الصورة من الأبطال والعلماء والزهاد والصحابة الكرام فلا بد أن نتقي الله في مصر، ولا بد أن لا نتحرك خطوة ولا قيد أمنا إلا بقال الله وقال الرسول. وقد قال بعض السلف من أراد أن يحك رأسه فليحكها بأسر،
يعني ايه يا ترى اثر عن السلف عن الصحابة اثر عن التابعين، يهرش ولا ما يهرش، ينفع يهرش ولا ينفع ما يهرش. يبقى العلم هو نور لأهله، هداية على الطريق، هو نجاة للأمم، نجاة للأفراد والجماعات، هو الذي يضبط الحياة كلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم بدين والفهم لدينه ولهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا في الحقيقة مش عاوز، يعني أنا حاسس أن أنتوا مش جايين تسمعوني ولا حاجة، أنتوا جايين عن شيخي الكريم فضيلة الشيخ ياسر، فحأترك له المجال، لكن أحببت أن أمهد بين يدي هذه المحاضرة الشيقة هذا الكلام لتعرفوا قيمة من أنتم وماذا تريدون وما هي أهدافكم في هذه الدنيا التي نريد أن ننجو بسببها يوم العرض على الله تبارك وتعالى. فالله المستعان وعليه التكلان وبه نتوكل وعليه نتوكل سبحانه وتعالى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال قديم جديد في هذه الأيام: من نحن وماذا نريد؟ أذكر أن هذا العنوان كان عنوان سلسلة محاضرات متعددة في التسعينيات، ثم بعد ذلك في 2000 وما وراءها، وكان يدرس للشباب حتى يعرفوا حقيقة هذه الدعوة. لماذا نجدده الآن؟ أولا لأن هناك أجيالا كثيرة قد ظهرت ربما لم تسمع أو لم تعرف حقيقة هذه الدعوة وأهدافها قبل ذلك، ثم لأن هناك أحداثا جساما تمر بها أمتنا وبلادنا، والعمل الإسلامي بها ليس فقط في هذه البلاد بل في كل المنطقة، المنطقة كلها تتعرض لأزمة، والناس كل منهم ينتسب إلى العمل الإسلامي، وربما تتناقض الأقوال. وقد سمعت أحد يعني المشايخ الكبار في زماننا في زيارة له يسألني: هو الحقيقة هو أنتم مين؟ إحنا بلاش عارفين إيه السلفية دي. شيخ كبير جدا من شيوخ الأزهر الأفاضل يقول لي كل حد منسوب للسلفية وبيقول وبيعمل حاجات مختلفة عن التاني، فاحنا عايزين نعرف هي ايه الدعوة السلفية دي. فاذا كان هناك من يحتاج الى ذلك من الكبار، فاعتقد ان اكثر الناس يحتاجون الى ان يعرفوا ما هي حقيقة هذه الدعوة. اضافة الى ذلك، المواقف في القضايا المختلفة التي أصبحت مطروحة الآن من قضايا الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخلافة، المصالح والمفاسد، أمر الدعوة إلى الله عز وجل وكيفية الإصلاح، كيفية إصلاح المجتمع، قضايا تكفير المجتمع والقول بأنه مجتمع جاهلي أم مجتمع مسلم، موقفنا من الدولة وهل نحرص عليها أم نسعى إلى هدمها وكذا. المجتمع أصبح هناك قضايا كثيرة، وباسم السلفية تكلم كثيرون حتى اختلط الأمر على الناس. فأولا نحب أن نبين أصولنا الأساسية التي هي الإجابة القديمة الحديثة أيضا، حيث لم تتغير هذه الأصول، إن كلمة الأصول والثوابت أصبحت عند الكثيرين مسائل غامضة، وكل واحد
يقول هذه هي الثوابت ويتهم غيره بأنكم ضيعتم الثوابت وغيرتم الثوابت. وربما تسأله طب ايه الدليل ده من الثوابت؟ يقول لك ما احنا بقالنا كم سنة بنعمل كده. يعني ربما بعض الإخوة وبعض الشيوخ حتى يقول لك اهو انتوا بتصوروا دلوقتي ضيعتوا الثوابت. ايه تضيع الثوابت في التصوير الفوتوغرافي مثلا؟ عمالين كل إخوة طبعا تصور كل شوية، شغلتهم من الحكاية دي جامد. لكن أنا بتكلم عن الحكم الشرعي، هل هذا الأمر من الثوابت أم لا؟ وده هذا مثال، وغيره كثير في مسائل أصبحت مطروقة بسبب كثرة ما حدث من تواصل بين طبقات مختلفة من طبقات المجتمع. أصبح الكثيرون لا يعرفون حقيقة ما نقول به، وما يسع الأمر فيه عندنا من الخلاف وما لا يسع، وبناء على ماذا يسع وبناء على ماذا لا يسع. لذلك كان ينبغي أن نهتم بتوضيح هذه الإجابة، من نحن، ما هي هذه الدعوة السلفية التي هي دعوة إلى التزام، فهم وعلم وعمل ودعوة، التزام الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والتابعون لهم بإحسان، القرون الثلاثة الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالدليل وليس بالدعوة. أعني أن المسائل المختلفة كل منها لها دليله. هذا هو الإجمال، الإجابة الأولى المجملة. بدل ما نقول بس فهم الكتاب والسنة بنقول التزام، لأن الالتزام ده عبارة عن فهم وعلم وعمل ودعوة. التزام الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وهم من ذكرنا. بعض الناس يقول لك انتوا السلف، السلف بيقولوا، لا احنا أتباع السلف مش احنا السلف، احنا نتبعهم. السلف من مضى من ذكرنا ومن سار على طريقهم بعد ذلك، كالأئمة الأربعة والسفيانين قبل الأئمة، وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم من أهل العلم عبر الزمان. لا شك أن هناك من الشيوخ في العهود المتأخرة والأئمة من صاروا علامات بارزة على هذا الطريق، وليس معنى ذلك أننا نتبع واحدا في كل أقواله لا نخالفها من هؤلاء الشيوخ والأئمة الأفاضل. في القرن السابع شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أحد المجددين لهذه الأمة، وإن كنا لا نقصد بالتجديد شخصا بعينه، بل ربما يكون في زمن عدد من المجددين من عالم وفقيه وأصولي وداعي ومجاهد وزاهد، وكل هؤلاء كل منهم يحيي الأمة ويحيي الدين، يجدد الدين في جزء منها، هو من المجددين. فشيخ الإسلام وتلامذته ممن أحيا الله بهم دعوة التوحيد ودعوة الاتباع، وكذلك أمر التزكية على منهج أهل السنة. وفي العصور المتأخرة كان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله
الإمام المظلوم الذي ينسب وينتسب إليه كثير ممن يخالف طريقته وممن ادعي عليه بسبب من ينتسب إليه كثيرا من الأفكار المنحرفة التي أصبحت ينفر بها عن منهج السلف رضوان الله عليهم. ثم كان في العصر الحديث في أثناء الصحوة الإسلامية المباركة عودة الناس إلى الالتزام، كانت جماعات سارت على منهج السلف و يعني التزمت بهذا المنهج، وإن كان آثارها متفاوتة، فكانت جماعة أنصار السنة وعلى رأسها الشيخ حامد الفقي رحمه الله على أن هناك مسائل كما ذكرنا ليس كل المسائل التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو محمد بن عبد الوهاب أو رشيد رضا أو محب الدين الخطيب أو حامد الفقي أننا نأخذ كل ذلك حتما ولا نخالف فيه، لكن كل هؤلاء نعتبر لهم فضلا ومنزلة. ثم كانت الصحوة الإسلامية التي نشأت في السبعينيات من القرن الميلادي الماضي أو ازدهرت، كانت الدعوة السلفية التي حملت هذا الاسم وتشرفت به، وهي تسير على نهج السلف في التزام الكتاب والسنة علما وعملا وتطبيقا. ولا شك أننا نوزن بهذا المنهج ولسنا الذين يوزن بنا المنهج أو يحدد بنا المنهج، لكننا نضع النقاط على الحروف في توضيح القضايا المهمة القديمة والمعاصرة، لأن كل زمن تحدث فيه فتنة وافتراق، يحدث نوع من التميز، تصبح نقطة الافتراق لا بد أن يكون فيها بيان. يعني عندما خرجت الخوارج تميز أهل السنة بمنهج رفض تكفير المسلم بالكبيرة فضلا عن تكفيره بالمعصية أو بالشبهة والاحتمال، فإن تكفير المسلم بالذنب أكبر من الكبيرة التي يرتكبها البعض، وتكفير المسلمين بالشبهة وبالاحتمال وبالظن أسوأ من التكفير بالكبيرة والمعصية، لأنه وهكذا بدأ الخوارج. فالخوارج كفروا عليا هل بمعصية؟ بل هي طاعة عملها علي رضي الله عنه، وهي ما حاول من الصلح بالتحكيم لكي يمنع سفك دماء المسلمين، قبله رغم أن الأمر كان واضح عنده في أنه المحق وأقرب إلى الحق، لكن أراد أن يعصم الدماء قدر ما يستطيع. ومن هنا كانت هذه شبهة عند الخوارج ومجرد ظن من أنه أشرك بالله، مع أنه لم يشرك ولم يعصي فيما فعل، وإنما اجتهد لمصلحة المسلمين. فهذه بداية الخوارج، أصبحت هذه المسألة علامة مميزة. عندما ظهر التشيع الغالي في زمن علي رضي الله عنه أيضا، عندما وجد من يؤلهه فحرقهم بالنار، فكان أصول الفرق المنحرفة ظهر في زمن الخلافة الراشدة، فأصبحت قضية الغلو في آل البيت مسألة يتميز بها أهل السنة. ربنا سبحانه وتعالى قيض عليا في الرد على الخوارج والشيعة الغلاة الذين ألهوا علي بن أبي طالب، ثم تدرج الأمر بعد ذلك إلى ما هو أقل في الطعن، إلى ما هو أقل من التأليه، إلى الطعن في أبي بكر وعمر. وأيضا هو قال على منبر الكوفة ردا على هؤلاء: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية 80. وهذا
يدلون على أن هذه المسائل صارت مسائل افتراق، صارت مسائل عندما ظهرت القدرية تميز أهل السنة بإثبات القدر، عندما ظهرت الجبرية تميز أهل السنة بإثبات الشرع والتزامه، وأن العبادة مسؤولون عن أفعالهم التي فعلوها بإرادتهم وقدرتهم. عندما ظهر الجهمية والمعتزلة تميز أهل السنة وتميز السلف بأنهم الذين يثبتون الأسماء والصفات على ما ورد في الكتاب والسنة دون تحريف ولا تعطيل أو تكييف أو تمثيل. عندما نتكلم عن الأصول الكلية لهذه الدعوة نحدد معالم أساسية في التوحيد وأصول الإيمان وفي الاتباع وفي تزكية النفس، ثم في مسائل إصلاح الفرد والأمة المتعلقة بمسائل الجهاد ومسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سنذكرها مختصرة إن شاء الله. فقضايا التوحيد التي تبرز المنهج السلفي وهو أولى الاهتمامات عند أصحاب هذه الدعوة، لأنه أول الاهتمامات فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الرواية إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا يشمل توحيد الأسماء والصفات، فإثبات وجود الرب سبحانه وتعالى وإثبات كماله في كل أسمائه وصفاته وأفعاله كما ذكرنا دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تشبيه وتمثيل، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. مصدر التلقي عندهم هو في من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إثبات توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، إثبات أن الرب هو الخالق الرازق المدبر وأنه وحده الذي يملك الضر والنفع والخفض والرفع والإحياء والإماتة، وأنه وحده سبحانه المالك، وأنه وحده سبحانه الذي يشرع للناس، الآمر السيد الناهي المطاع، الرب والسيد الآمر الناهي المطاع. ودي معاني أساسية جدا لابد أن نعرف أنها صارت في زماننا الحاضر نقاط افتراق. لماذا؟ لأن من الناس من صار يعتقد أن غير الله يملك الضر والنفع، يعتقد أن من المقبورين والأموات من يدبر الأمر مع الله، والرافضة وولاة الصوفية الذين يجعلون للأئمة تدبيرا في الكون. الشيعة عندهم 12 إمام لهم سلطان على كل ذرات الوجود، وأنهم هم الذين لا بد من الرجوع إليهم في كل تدبير، نعوذ بالله من ذلك، وأنهم يعلمون الغيب. فكل ده منافي لتوحيد الربوبية بمعنى الخلق والرزق والتدبير، ولذلك تكون هذه نقطة افتراق. غلاة الصوفية، ليس كل الصوفية، غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن العالم إما يحكم فيه أبدال 4 أو أقطاب 7، كل واحد على حسب اعتقاداته الفاسدة. هناك من يقول إن الكون 4/4، واحد ربع للبدوي وربع للدسوقي وربع للقناوي وربع للجيلاني، وهناك يقول له 7، وكل واحد له حتة والناس كلها تلجأ إليه فيها، ونعوذ بالله من ذلك. ده منافي لما لتوحيد الربوبية. طبعا قضية توحيد الربوبية أصبحت الآن أيضا هي مع الأسماء والصفات
والقضاء والقدر من أهم القضايا بسبب الإلحاد، لأن فكر الإلحاد المستورد من الغرب المبني على أن العالم قديم، أن العالم لم يخلقه الله عز وجل بل هو محدث، وبكثير لو أثبت وجودا لواجب الوجود المطلق الذي يتميز عن باقي العالم فقط وليس أنه الذي خلقه. وقضية الإلحاد بإنكار وجود الله أو إنكار النبوات أو إنكار حكمة الله والطعن في عدله وحكمته عز وجل فيما يتعلق بالقضاء والقدر، أصبحت هذه القضايا قضايا لابد أن يعرفها أبناء هذا المنهج، لأنها مرتبطة بقضية توحيد الربوبية. ومن قضايا الهامة التي صارت في توحيد الربوبية نقطة افتراق أيضا قضية الحرية، لأننا نؤمن ونوقن بأن حرية البشر في حدود حرية المملوك وليس في حدود حرية المالك الحر المطلق، لأننا نؤمن أن الله هو الرب المالك، الرب هو المالك والملك لكل ما في هذا الكون. يجي ناس استوردوا لنا فكر الليبرالية الحرية المطلقة بلا سقف، نقول ليبرالية بمعنى أن الناس تبقى أحرار، محدش يستعبد بعضهم بعضا، ياريت يطبقوا معانا، ولكن الحقيقة أنهم يريدون تطبيق هذه الحرية مع الله عز وجل، ويقولهم كل واحد حر يفعل ما يريد. ده لو إن الناس علمت قضية توحيد الربوبية لا يمكن أن تقبل هذا، لأننا نعتقد أننا مملوكين في صورة متصرفين لكننا في الحقيقة عبيد. هل نحن نقر بذلك أم لا؟ لذلك لا يمكن أن نقبل الحرية المطلقة بلا سقف، أو أن سقفها يكون ما اصطلح عليه الناس. ولذلك المعارك الشديدة التي تجري بيننا وبين من يخالفنا في هذا الزمان قبل الدستور وبعد الدستور وأثناء الدستور ودلوقتي هي في قضية الحرية، ودي قضية من قضايا التوحيد عندنا، من قضية أن ربنا هو المالك لنا، والمعنى الثالث اللي هو قضية التشريع اللي هي قضية الديمقراطية بالمفهوم الغربي. الديمقراطية عندنا احنا ما تنفعش بالمفهوم الغربي، لا تقبل، لأن المفهوم الغربي بيقول أن الأغلبية لها حق التحليل والتحريم. كان عندهم عبر زمان طويل أن اللواط والشذوذ جريمة، جم في العصر الحديث من حوالي 40 سنة وبدأ يقولوا لا ده اختيار شخصي، حرية شخصية. وبدأوا في العصر اللي احنا فيه السنتين اللي فاتوا بدأت دول أوروبا متتابعة تسن تشريعات زواج المثليين، زواج الشواذ، مش بس يبيحوه ممارسة، لا دول يبيحوه تقنينا، يزوجوا ده تشريع. ليه؟ لأن الأغلبية موافقة على كده، ما عندهمش قضية إن في مرجعية للشريعة، ولا شريعتهم ولا أي شريعة، الأغلبية هي التي تقرر ما تريد بلا سقف. وإحنا عندنا إن لا، الأغلبية تقرر في حدود الشريعة الإسلامية، وده موجود في دستورنا ولله الحمد والمنة، إن الشريعة الإسلامية مرجعية لا يمكن تجاوزها، وليس من حق الأغلبية أن تخالفها، وإن كان بعض الجهال لا يدرون هذا الأمر فيطعنون ويكفرون بزعمهم أنكم تقبلون التشريع لغير الله. لا، القضية دي قضية أساسية عندنا، قضية أن الحكم لله وحده، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ده من معاني الربوبية، كما أن التزام ذلك من معاني الألوهية، لأننا نتعبد لله بالاحتكام إلى شرعه، زي من مقتضيات أن الله وحده هو النافع الضار، المعطي المانع، الخالق الرازق المدبر للأمر، أننا لا ندعو غيره ولا نستغيث بغيره ولا نتوكل على غيره. دي من قضايا توحيد الألوهية، توحيد العبادة،
توحيد القصد والطلب. عشان كده القضايا دي قضايا تميز هذه الدعوة، ان احنا عمرنا ما بنلجأ لغير الله، ان احنا لا نحلف الا بالله، لا ندعو الا الله، لا نستغيث الا بالله، لا ننذر الا لله، لا نطوف الا ببيت الله تعظيما لله وليس للاحجار وهكذا. فالقضية بالنسبة لنا قضية مبنية على إفراد الله بالعبادة، ومن ضمن العبادة الحب في الله والبغض في الله، ومن ضمن العبادة الإقرار بأن دين الإسلام هو الحق دون ما سواه. إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أذان العشاء. نقول من توحيد العبادة وتوحيد الألوهية أن نحب في الله وأن نبغض في الله، نحب أهل الإيمان ونبغض أهل الكفر، وإن كنا لا نعتدي على أهل العهد وعلى ولا نعتدي على من أمنه المسلمون ومن تعاقدوا معه عقد هدنة أو عقدا مطلقا أو عهد أمان، يراعون ذلك سواء كان في بلادنا أو في بلادهم، لأن ذلك مما أمرنا الله به: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لذلك نقول هذه القضية من أعظم القضايا أهمية، لأن الذي يرغب فيه أهل الغرب ومن وافقهم نشر قضية مساواة الملل، وأن الملل كلها حق أو لا حق فيها، بما في ذلك إنكار الدين، كل واحد له حق في أن يقول ما يريد ويفعل ما يشاء، وأن أحدا لا يقول ولا يعتقد ولا يصرح بالاعتقاد بأن الدين الإسلام هو الحق. هم يريدون ذلك لصالح في الحقيقة يعني اليهود خصوصا، ملة اليهود، وكذلك النصارى يريدون ذلك. لذلك القضية دي من قضايا الولاء والبراء وما يترتب عليها من قضية النصرة والطاعة والمتابعة والتشبه، ويعني هذه المعاني المتلازمة التي يلزم بعضها من بعض لا بد وأن تكون واضحة. وكذلك قضية كما ذكرنا أن قضية التحاكم إلى الشريعة هو فعل بشري، يتحاكم الناس عمليا إلى شرع الله. الجزء الأول في الربوبية توحيد اعتقاد، نعتقد أن الله الذي له حق التشريع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إن الحكم إلا لله. أما عملنا احنا فلا بد أننا نتحاكم إلى شرع الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والطاغوت هو كل من يحكم بغير ما أنزل الله في هذا الموضع، وهو الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، وهو المبدل لشرع الله. كل هؤلاء الذين يؤصلون ويقولون ما ذمهم الله به في كتابه، كما سمعنا في آيات صلاة المغرب: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فهؤلاء الذين يجعلون ما تخترعه عقولهم وأهواؤهم مثل ما أنزل الله، بل فوق ما أنزل الله. لذلك هذه القضية من قضايا التوحيد عندنا. ثم قضية اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم، لأن الله قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. إن في عبادة هوى وهي تؤصل في هذا الزمان،
عبادة الدرهم والدينار، عبادة السادة والكبراء، عبادة الشهوات التي تصل إلى درجة العبادة. إزاي؟ ما هو في درجات. واحد يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بالمال، يبقى عبد المال، يقولوا له تكفر وتاخد كذا، أو تكفر ونعطيك فلانة وتسلم لك فلانة، أو تكفر وتكون زعيما أو قائدا أو رئيسا أو ملكا أو أميرا، يبقى ده عبد هذه الأهواء. عشان كده بنحدد معالم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكل منها له تفصيل، وضوابط ذلك محددة معلومة لدى أهل العلم. قضية من ضمن مظاهر الشرك السحر والكهانة، طبعا على درجات، منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر ومنه كبيرة من الكبائر. فمن يعتقد أن الكواكب السبعة هي التي تدبر الكون ويلجأ إليها، أو الجن هم الذين يملكون لنا الأمور فيتقرب إليهم، يقولوا له يذبح للجن فرخة سودة، يذبح يذبح ديك عرف أحمر، يذبح، يسجد للجن، يسجد، يأمرونه بأن يكتب القرآن بالنجاسات، يفعل، يبقى كفر والعياذ بالله. ولا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وكذلك من يعتقد أن غير الله يعلم الغيب، وأن غير الله عز وجل هو يعني يعلم ما خفي في السماوات والأرض، والله عز وجل عالم الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن اعتقد أن الكهان والمنجمين وأن الذين يضربون الودع وغير ذلك، ومن يسمونهم العلماء الروحانيين وعلماء الفلك الروحانيين يعرفون ما سيقع غدا، يبقى مكذب للقرآن العظيم. ثم أصول الإيمان الأخرى، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، واليوم الآخر ده يشمل الإيمان بأشراط الساعة، والإيمان بحياة القبر ونعيمه وعذابه، والإيمان بيوم القيامة وما فيه من الحساب والنشور، الصراط، الحوض، الميزان، كل هذه الأشياء نؤمن بها التفصيل. ثم الإيمان بالجنة والنار، وما في الجنة من أنواع النعيم الحسي والمعنوي، وما في النار من أنواع العذاب الحسي والمعنوي. ومن ضمن الإيمان بالله وأسمائه وصفاته الإيمان بأن القرآن كلام الله، وكذا التوراة والإنجيل والزبور المنزلة على الأنبياء، المنزلة ليست التي وقع فيها التحريف، إنما المنزل على الأنبياء هي كلام الله. وكذلك من الإيمان بالله عز وجل ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان برؤية الله يوم القيامة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل إلى الأرض يحكم الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبلها. ولذلك نقول قضية هذه من ثوابت الدين التي لا بد لنا أن نؤمن بها. وقضية القضاء والقدر، الإيمان بعلم الله وكتابة المقادير ومشيئة الله وقدرته الشاملة ومشيئته النافذة، وأنه خلق للعباد قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم، وأن الله خالق أفعالهم وخالق قدرتهم وخالق مشيئتهم كما أنه خالق ذواتهم، وأنه حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأنه مع وجوب الإيمان بالقدر يجب الالتزام بالشرع. هذه قضايا عظمى، ثم لا بد من أن نعرف موقفنا أو أن نوضح موقفنا من قضية الإيمان. ف
فالإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأن لا يجوز تكفير مسلم ثبت إسلامه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، النطق بها في أحكام الدنيا والنطق بها والتصديق والانقياد لها جملة في أحكام الآخرة أيضا. يعني من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. طب إحنا أحكام الدنيا هنفتش عن صدقه ويقينه وحبه وإخلاصه؟ لا، أنا ليه في الدنيا إيه النطق؟ بيقول لا يجوز أن يكفر مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا ببينة أوضح من شمس النهار في تكفيره، في أنه ينقض، أتى ما ينقض هاتين الشهادتين. يبقى ثبوت الإسلام يثبت بنطق الشهادتين، ويثبت بالولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما حتى ولو كانت الأم. المسلم الذي ولد ما ينفعش أقول لك دول مسلمين بالبطاقة، المسلمين بالبطاقة دول مسلمين، اللي اتولد مسلم هو مسلم في شرع الله عز وجل. فيش حاجة اسمها إن لا إله إلا الله بقت في العصر الحاضر ما تنفعش في إثبات الإسلام، ولا إن إحنا هنقسم الناس على حسب فهمنا إحنا بقى، لأن هم التزموا ولا ما التزموش. اللي نطق الشهادتين لا يكفر إلا إذا أتى ردة صريحة واضحة، ولا يكفر المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. والنقطة دي من أهم النقاط الأساسية، والنقطة دي هي اللي بتفرق بالنسبة، بتفرق بيننا وبين جماعات التكفير على نسخها المختلفة. إيه نسخها المختلفة؟ لأن في جماعات بتكفر المجتمع كله، ودي شر من شر أهل البدع، بيكفروا كل المسلمين في كل المجتمعات بالملايين، حكومات وجيوش وشعوب، إلا اللي يخش في جماعتهم وأهدروا لا إله إلا الله، أهدروا قيمة هذه الكلمة العظيمة، حيث أن الله جعل التلفظ بها هو العصمة من في الدم والمال، ما يستثناش من عدم العصمة بنطقها إلا الذي يقولها حال كفره. فاللي بيقول لا إله إلا الله هو بيقولش محمد رسول الله، بيقول محمد رسول الله إلى العرب فقط، بيقول إن محمد رسول الله بس فيه بعد رسل، هم دول اللي ما نقبلش منهم لا إله إلا الله. لكن اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى الناس كافة وأنه خاتم الأنبياء، يبقى ما ينفعش إن إحنا إيه نقول له إن دي ما تقبلش منك، دي قضية، إلا لو هو بيكفره بجحد معلوم من الدين بالضرورة، أو بإنكار واجب معلوم من الدين بالضرورة، أو بأنه ارتكب كفرا عمليا أو قوليا وصرح باعتقاد خلاف ما تدل عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتستوفى الشروط وتنتفى الموانع. والشروط دي من ضمنها العلم المنافي للجهل، لو الجهل ناشئ عن عدم البلاغ يبقى يبين له الأمر، والتأويل من موانع التكفير لأنه نوع من الجهل في الحقيقة ما لم يكن مخالفا لمعلوم من الدين بالضرورة. ثم القضية دي على فكرة قضية أساسية، قضية المعلوم من الدين بالضرورة يعني إيه؟ لأن المسألة دي مما يفرق بين أهل السنة وأهل البدعة. معلوم بالدين من ضرورة يعني يعرفها، انتشر العلم بها حتى علمها العالم والجاهل والخاص والعام. تسأل بتاعة الجرجير اللي قاعدة في السوق تلاقيها عارفاها، عايز تعرف مسألة معلومة من الدين بالضرورة روح اسأل بتاعة الجرجير اللي متعرفش تقرأ وتكتب، لو لقيتها عارفاها يبقى قول المسألة دي معلومة من الدين بالضرورة. تيجي تقول لها رمضان فرض هتقول لك ايه؟ طبعا. صلاة المغرب ايه يا حجة؟ تقول لك ايه؟ فرض، لازم نصليها، ماشي كده. تيجي تقول لها القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟
هتقول ايه هي؟ مش هتعرف. يبقى المسألة دي غير معلومة من الدين بالضرورة. يبقى دي عرفناها في مجالس العلم وطلاب العلم، مش لا، يبقى لن نكفر بها، مع ان القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن لا نكفر بهذه المسألة إلا من علم الأدلة ووضحنا له كل شيء وأصر. حتى الإمام أحمد في التكفير في المسألة دي كان بيطلق التكفير، ولما يجي عند المعين يمتنع، مع إنه هو اللي كان بيقيم الحجة. يعني هو قاعد مع المعتصم والمعتصم يضربه ويجلده فوق 200 جلدة لغاية ما يغشى عليه. المعتصم بتاعه، المعتصمين عارفينه، كان عنده مصيبة في مسألة ايه؟ خلق القرآن، وبيضرب الإمام أحمد ويجلده عشان يقول القرآن ايه؟ مخلوق. والإمام أحمد هو اللي عمال يناظر، بس لما يقولوا له نخرج عليه وعلى المأموم، المأمون قال لهم أمير المؤمنين. ليه؟ لأنه خايف من فتنة أعظم، لأنه خايف من فتنة أشد، ان تجري الدماء انهارا، بدل ما واحد واثنين وثلاثة بس اللي يتقتلوا يتقتل مئات الالوف، والسلطان سيفه مسلول، كان يقول لهم كده. ويمتنع من تطبيق الكلام الحكم العام على الفتوى. لانه ليه؟ لانه شايف ان هو متأول، وان علماء السوء اللي حواليه زينوا له ان يقول هذا، وبيقولوا له ان ده من الدين، وهو راجل ما عندوش علم، فعذره بهذا التأويل ومنع من تكفيره. لدرجة ان الحنابلة نفسهم اختلفوا، ليه الامام احمد ما قالهمش يخرجوا على الايه؟ على الخلفاء الاربعة ورا بعض اللي قالوا ان هو القرآن مخلوق، علشان الصحيح ان هو امتنع من تكفير المعين، رغم ان الكلام بتاعه ان ده كفر اكبر ناقل عن ملة. المعلوم من الدين بالضرورة ده لازم يكون ايه؟ لازم يكون يعرفه العالم والجاهل والخص والعام بالضرورة، يعني بغير نظر، بغير بحث. يعني الحاجة اللي محتاجة بحث يبقى لازم تبحث الأول. يبقى قلنا من موانع التكفير النسيان، من موانع التكفير الخطأ. واحد جاي يقول كلمة زي قال مش هنعمل حاجة ترضي ربنا، ها؟ هو قصده ايه؟ مش هنعمل حاجة ايه؟ ما ترضيش ربنا او تغضب ربنا. فزي الرجل يقول اللهم انت عبدي وانا ايه؟ وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح. لو هو والقرينة واضحة ان هو بيقول اللهم، عايز يقول اللهم انت ربي وانا عبدك، فاخطأ وقال ايه؟ اللهم انت عبدي. الامام في الصلاة جاي يقول اولئك اصحاب الجنة، راح جاي قال اولئك ايه؟ اصحاب النار. في المؤمنين نقول له كده كفرت بالله العظيم، ولا نقول له اخطأت؟ اخطأت. طب واحد اسقط كلمة من القرآن عامدا عالما ذاكرا مش عجباه، يبقى ايه؟ خاف الخارج من الملة. طب لو اسقطها نسيانا او جهلا بها، يقول انا فاكر مرة واحنا في الجامعة كان بنتكلم في موضوع كفر النصارى، اخ من الاخوة راح لابوه وقال له النصارى كفار، قال له لا مش كفار، قال له ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، قال له اديك جنيه لو طلعتها من المصحف، قال له طب هذه المصحف، هو طلع سنه ايه ده؟ قال له يا ابني خد الجنيه وهم كفار. الراجل ما كانش يعرف ان في ماشي، ما احنا مستعدين. انا بحكي قصه في هذا الامر، ان ممكن واحد يكون ما يعرفش ان القران فيه كده، وهذا الامر لابد ان تقام فيه الايه؟ تقام فيه الحجة وتستوفى فيه الشروط وتنتفي الموانع. قضية الصغر والجنون والنوم دي كلها من موانع التكفير. عيل صغير ده بيسب الدين يقول لك اقتلوه، ادي المصايب السوداء اللي ايه؟ اللي جاءت لنا في خلل هذه القضية. كان معنا في استقبال التوره بيكفروا اللي يطلع بطاقه عشان عليها ناس. ايوه صح. لا ده هو تكفير بتطليع البطاقه دي، وزمان كان بيتقطع تذكره الترماي. جماعات التكفير، التكفير العام ده اللي بيكفر، كانوا بيكفروا بتطليع البطاقه. وانا شفت بنت جايين يسلموها، راحت صحراء قنا مع مجموعه من المانيا جايين بفكره التكفير، واقنعوا البنت وعملوا في البطائق بتاعتهم والباسبورات بتاعتهم حرقوها، والبنت قطعت بطاقتها المصرية
وهي مش فاهمة حاجة تماما، وقعدت أوضح لها يا بنتي أنت بتقولي ده كفر بالطاغوت، يا ستي مال كفر بالطاغوت؟ طب ما أنا كفر بالطاغوت أهو، أنا أكفر بأن يعبد غير الله، أنا أكفر بأن يكون هناك حكم لغير الله. واحد بتاع تكفير كان معاه في الزنزان يجي يتكلم معاه، قلت له دلوقتي أنا أقرر أن الحكم لله وأنا أكفر بالطاغوت، هتحكم بإسلامي ولا لا؟ ما بقاش عارف يعمل إيه. يقول لي عشان أنت ما تتبرأش منهم، بقول له أنا أتبرأ من كل دين يخالف ملة الإسلام. إيه نعمل إيه؟ قلت له طب لو جبت لك من كلام الإمام أحمد، من كلام الإمام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ما يدل على قضية العذر بالجهل، لأن هو بيقول لي أنت بتعذرهم بالجهل فأنت كافر. قلت له طب لو جبت لك من كلام محمد بن عبد الوهاب شخصيا وابن تيمية وبالنصوص تقبل كلامي ولا ترجع وترجع عن قولك ولا تكفرهم؟ ولا تكفر ابن تيمية وابن القيم لو قالوا بالعذر بالجهل؟ فضل واقف شويه بعدين قال يكفرهم. بيشتري الجرايد. قلت له طيب يبقى دلوقتي انت عايز حجه ولا عايز نقل العلماء؟ اجابهك بالحجه لينذركم به ومن بلغ والذي امر بحرق نفسه، واجيب لك عايز نقل من العلماء اجيب لك نقل علماء. فضل واقف خمس دقايق كده ساكت مش عارف يعمل حاجه خالص ولا يجيب منطق، وراح جاي سايبني وماشي وقاعد في زقر الايه؟ الزنزانه. وما يرضيش يتكلم ولا ياكل معانا ولا يرد سلام ولا يصلي معانا، بس اتهز جامد مش عارف يرد والعياذ بالله، لانه بدعه. لسه جايالي النهارده عشان تشوفوا الافكار المنحرفه، قلت لكم جماعات التكفير التكفير وجماعات التوقف والتبين اللي بيقسموا المجتمع لثلاث طبقات، طبقه كفار بلا شبهه ومسلمين بلا شبهه، وطبقه متميعه لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها، نتوقف فيهم لأن إحنا مش متأكدين من لا إله إلا الله بتاعتهم، بيقولوها على البراءة من أنواع الشرك الثلاثة، ويأتون بأركان حد الإسلام اللي ألفه عبد المجيد الشاذلي اللي بيقول ثلاث أركان، اللي ما يعرفهاش وما يأتيش بيها ما يبقاش مسلم. إيه الصلاة ولا إيه؟ فبنقول ان الثلاث اركان دول ايه؟ ركن بيقول هو النسك والولاية والحكم. هنقول الثلاثة دول عايزه يقول عايزين يصلوا؟ طيب هنقيم الصلاة ونرجع نكمل، بس اخلص الحتة دي بس. بيقولوا ان الثلاثة دي تكفي ان انا اقول له النسك لله والحكم لله والولاية لله، ولا لازم يمتحنوا في النسك؟ والنسك ده يقول الذبح لله والنذر لله والحلف لله والدعاء لله والاستعانة بالله والاستغاثة بالله والاستعانة بالله، ولا يكفيني كلمة النسك والحكم؟ هيكفيني ان انا اعرف انواع الحكم بغير ما انزل الله، ولا اقول الحكم الا لله؟ لازم افصل واقول من يجحد الشريعة ومن يفضل غير الشريعة عليها، ومن يسوي بين الشريعة وبين غيرها، وبين من يجوز الشريعة وبين من يلزم في التشريع العام، ولا يكفي يطلع انه يقولك عايز لا ده عامل له امتحان في الكتب كلها وبعدين ابقى احكم باسلامه. وبعضهم يكفر الجيش والشرطة والحكومة والاحزاب واللي نزلوا انتخابات. واحد طلع في التلفزيون من حوالي عدة اشهر او سنة قال لهم الخمسة وعشرين مليون اللي انتخبوا مرسي وشفيق كفار، واللي وافقوا على الدستور كفار، وكله بالعموم ده انواع منحرفه، وكل الاحزاب السياسيه كفار. وهو الراجل ده اللي مؤلف الكتاب بتاع عمده القاعده اللي هو العمده في اعداد العده سيد امام، وهو بيأصل فيه لتكفير كل من لابس بدله عسكريه، ودي ده من مصايب عظيمه. لسه والتوقف والتبين هو من كلهم متفقين على تكفير الشرطه والجيش والحكومه، وكل دي فرق منحرفه في هذا الباب. بقول لكم لسه شايف شهاده جايبينها عن داعش الدوله الاسلاميه بالشام والعراق والشام، شهاده غير كافر. الاخ المذكور اللي هو الاخ ايه اسمه ميمو الجزيري من ولايه او اماره، ما اعرفش السويد خلوها اماره ولا ولايه، السويد، خد
غير كافر وقد أخذ دورة في دورة استتابة وتجاوزها بتقدير جيد، وهذه الشهادة مانعة من أن يصلب أو يجلد أو ينكح، ما عرفش إيه ينكح دي، وهذه وإذا تبين أنه عاد إلى الدعوة إلى الحرية فإنه يكون مرتدا، وصلاحية هذه الشهادة 3 أشهر expired date. نكملوا بعد هنكمل بعد الصلاة. هذه الطبقة المتميعة، مش مسلم ولا إيه ولا كافر، ونسيبه ونشوف إحنا نقبل الكلام ده؟ أعوذ بالله. هذه اللي بيقولوا في داعش، وعندنا أمثلة كتيرة. أخ بيحكي لي عن مناقشة مباشرة مع واحد منهم عن تكفير واحد، قال له يا سيدي نكفره ولو طلع مسلم بعد كده نرجع له فلوسه، فبيكفر بالشبهة بالاحتمال بالاحتياط، بيحتط في التكفير والعياذ بالله. غير بقى أنواع القتل والتخريب. نصلي نكمل بعد. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا في مسائل الإيمان لا يكفر مسلم ثبت إسلامه بالنطق بالشهادتين أو بالولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما أو بالصلاة على الراجح من أقوال العلماء إلا ببينة تدل على نقضه لما ثبت به إسلامه لشهادة التوحيد أو لشهادة أن محمد رسول الله، وذلك بفعل شرك أو كفر بعد ثبوت الحجة عليه واستفاء الشروط وانتفاء الموانع. وننكر بدع التكفير للمجتمعات المسلمة باسم أنها مجتمعات جاهلية، لأن المقصود في هذا الباب ليس الجاهلية التي تجامع الإسلام. لو كان الأمر كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية لكان الأمر هينا، لأن ربا الجاهلية وتبرج الجاهلية وحكم الجاهلية وظن الجاهلية موجود، وحمية الجاهلية العصبية الجاهلية موجودة، ولكن هذه لا يلزم منها أنها تنقض أصل الدين إلا في بعض صور لا بد من التفصيل فيها. أما أن يحكم على عموم الناس بأنهم لم يدخلوا في الإسلام أو أنهم مرتدون إلا من انتمى إلى الجماعة أو أنه يتوقف في طائفة منهم الذين لا ينتمون إلى جماعات العمل الإسلامي كما يسميها البعض، إن في جماعات بتحكم بكفر المجتمع إلا الجماعات الإسلامية إلا جماعات المختلفة الجماعات العمل الإسلامي، وطبعا لما يختلفوا معاكم خرجت الدعوة السلفية من ضمن هذه ولحقت بباقي الناس في التكفير. وكذلك في من يعني يجعل طبقة منهم مجهولة الحكم، فكل هذه درجات من درجات التكفير بدرجات متفاوتة. فهذا الباب لابد أن نلتزم فيه بمنهج أهل السنة والجماعة. وكما ذكرنا هناك مسائل مجمع عليها أن الإيمان قول وعمل. فيه اتنين موتوسيكل مربوطين في العواميد اللي بره عاملين صوت مشوشين على الاخوه مش سامعين حاجه اللي بره. اتنين موتوسيكل مربوطين في العمود اللي بره فالاخوه عاملين صوت يعني هم عملوا الانذار جهاز الانذار بتاعهم يطلعوا الاخوه اللي رابطين موتوسيكلاتهم بره يسكتوا جهاز الانذار لان الاخوه اللي بره مش سامعه. يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص، وهناك مسائل اجتهادية بين العلماء مثل في مسائل أن العمل عمل قلب وعمل لسان وعمل الجوارح. عمل الجوارح قسمان عند العلماء، قسم متفق على أنه من الإيمان لكن لا يزول الإيمان بزواله وهو الأعمال الواجبة غير الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج. والصوم والأركان الأربعة والقسم الثاني مختلف فيه بين أهل العلم اختلافا سائغا لا يبدع المخالف فيه، بين مكفر وبين مكفر كفرا أصغر لا ينقل عن الملة. اللي بيكفر ترك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة،
أو ما بيكفروش إلا كفر أصغر لا يخرج من الملة، كل منهما لا يبدع الآخر. والمسألة موجودة كمسألة مختلف فيها بين العلماء، لم يبدع أحد منهم على ذلك. فاللي بيبدعوا في مسألة تكفير تارك الصلاة، لأننا يعني نختار، أنا عن نفسي وعامة إخواني يختارون القول بعدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا كفرا ناقلا عن الملة، عمدا تكاسلا. عمدا تكاسلا، هو في اللي تاركها خطأ ما فيهوش خلاف، اللي ما بيعرفش يصلي إلا هذه الصلاة الرسول رد عليه السلام، مش كده؟ وهي صلاته باطلة. وعمدا عكسها إيه؟ عكسها سهوا أو نسيانا أو خطأ. وأما الكلام على أن واحد تاركها تكاسلا ويقول الصلاة فرض عليا، نحن نختار عدم التكفير، وكذا في الزكاة، أو نكفره نعم كفرا غير ناقل عن الملة، من تركها فقد كفر، بس لا ليس كالذي خرج من ملة الإسلام، وخصوصا أنه لم يعرض على العقوبة لا من الإمام ولا من غيره، وده قول جماهير العلماء. فهذا القول اللي بيبدع فيه زي كثير من الاتجاهات السرورية أو أكثرهم يبدعوا، اللي يقول أن ترك الصلاة والزكاة والصوم أو الحج مش كافر، يقولوا ده مرجئ. هذا القول هو البدعة اللي يجعل الإمام مالك والشافعي والإمام أبا حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في الرواية، بل قول جمهور الحنابلة، لأن جمهور الحنابلة اللي بيكفروا ترك الصلاة بيكفروه إمتى؟ لما يعرض على السيف، فبيكفروهوش ولم يدعوه أحد، بيكفروهوش بالترك المجرد. اللي بيكفر بالترك المجرد الأجري وجماعة ممن وافقه، لكن ليس هذا هو المذهب. المذهب عندهم أن تارك الصلاة يكفر في الحالة التي يجب قتله فيها، وهو أن يدعوه الإمام إلى فعلها، الحاكم يجيبه يدعوه إلى فعلها ويتركه ويستتيبه، وإذا لم يستجب قال له نقتلك، فإذا قال اقتلوني ولن أصلي، هذا هو الكافر عند الحنابلة، ماشي كده؟ وهذا عند الباقين كفر دون كفر. لكن وهو الراجح أنه لو صبر على مسألة دي ما حصلتش في التاريخ، مسألة افتراضية مجردة، لكن فائدة علمية عشان تبين لنا مذهب العلماء. دول مش مرجئة، اللي يجعلهم مرجئة اللي ما يكفرش ترك الصلاة دلوقتي في زماننا، اللي ما يكفروش يبقى مرجئ هو المبتدع. والمسألة دي الخلاف اللي بيننا وبين الاتجاهات السرورية وكثير ممن يعني يضلل في هذا الباب، وهو مخطئ في التضليل والتبديع. وكذلك في مسألة تارك جنس العمل، لو هو يخسرها على الأركان الأربعة يبقى احنا ما عندناش مشكلة، لأن هذه خلاف سائغ. لكن في الحقيقة من يجعلها مسألة تبديع وتضليل، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، ومن ضمن العمل العمل الظاهر عمل الجوارح، هذه مسألة لا نزاع فيها. لكن الخلاف في أنه هو هل يزول الإيمان بزواله أم لا، هذه هي المسألة. هو من الإيمان كما قال البخاري، باب أداء الخمس من الإيمان. طب لو ناسنا غلت من الغنيمة وما أدتش الخمس يبقى كفرة؟ ما يلزمش. باب قيام رمضان من الإيمان، باب صيام رمضان من الإيمان. ما الرجل اللي جامع امرأته في رمضان قد ترك صوم رمضان، ارتكب كبيرة من الكبائر أشد من الزنا وأشد من شرب الخمر، ولكن ليس بخارج من الملة عند عامة العلماء، بدليل أن الرسول أمره بالقضاء والإيه والكفارة. وبالتالي الباخل بالزكاة يعذب يوم القيامة في يوم كان مقدره 50,000 سنة، يكوى بالصفائح جبينه وجنبه وظهره، الصفائح التي يحمى عليها في نار جهنم، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه حديث فرواه مسلم في صحيح. يبقى الأحاديث دي نعمل فيها إيه؟ نقول بمقتضاها، ونقول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. نحن نعتقد ذلك. هذه المسائل هي من مسائل الإيمان المهمة.
في جزء بقى بعد هذه المسألة هي المسألة الاعتقاد في الصحابة وأئمة المسلمين وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه الكريمات رضوان الله عليهن. نحن نحب الصحابة ونتولاهم ونترضى عنهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونعلم أن أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وأن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي على هذا الترتيب، ومن يطعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله، يعني من أضل الناس. فالذين يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وفي فضل أبي بكر وعمر فضلا عن من يلعنهم فضلا عن من يكفرهم أو يسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو يكفرهن أو يزعم أنهن لسن زوجاته في الجنة، كل هؤلاء أهل بدع وضلال. والشيعة على ثلاثة طوائف: الشيعة الغلاة الذين يؤلهون الأئمة كالنصيرية العلويين الموجودين في تركيا، تركيا 10% من السكان علويين، وموجودين في سوريا يمثلوا 5% أو 6% من السكان، لكنهم هم المسيطرون على مفاصل الدولة السورية قبل الثورة وعلى مفاصل الجيش السوري. هذه الطائفة التي تؤله علي بن أبي طالب، وكذا الطائفة التي تؤله الحاكم بأمر الله للدروز اللي منهم وليد جنبلاط، يؤلهون الحاكم بأمر الله الفاطمي ويقولون أنه نسوت ولاهوت، والطوائف الباطنية ومنهم الإسماعيلية اللي منهم البهرة الذين يؤلهون إمامهم يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. ده مين ده؟ ذلك بخطب المعز لدين الله بني القاهرة الفاطمي اللي هم مش فاطمين ولا حاجة. هذه الطوائف من الغلاة خارجة من المل، ليست من أهل الإسلام أصلا، لأنها تؤله غير الله صراحة، بيقولوا أن غير الله هو الإله، يعني وكل الفرق المنحرفة. وكذلك البابية والبهائية والقديانية، القديانية مش شرط يكونوا شيعة، لكنهم يقولون بنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبكتاب بعد القرآن. يعني البابية كتابهم موجودين في إيران قليلين لكن موجودون، بيقولوا بأن كتاب البيان كتاب نسخ القرآن أو أوحي إلى مرزا علي محمد الباب الذي هو ادعوا أنه نزل عليه كتاب. والبهائيون يقولون هناك كتاب بعد القرآن اسمه الأقدس، والأقدس ده عندهم أنه هو الذي أنزل على البهاء. البهاء الاثنين الطوائف دي خارجة من الملة اتفاقا، ليسوا مسلمين، والخلاف في أولادهم يبقوا من الأول مرتدين ولا كفار أصليين اللي اتولدوا على البهائية، لكن اللي كان مسلم وحصل منه كده فهو مرتد بلا شك، والجمهور على أنهم مرتدين. وكذلك الطوائف التي تعتقد نبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو التي تعتقد تحريف القرآن، دول غلاة الرافضة. وأما الرافضة الإمامية الإثنى عشرية فهم الذين يطعنون في أبي بكر وعمر وأكثرهم يكفرونهم وعثمان، ويقولون أن الركن السادس من أركان الدين الإمامة، اللي ما يعرفش علي بن أبي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم علي زين العابدين ثم سلسلة بقية الأئمة ثم محمد اللي هو محمد الباقر ثم أبي جعفر الصادق وإليه ينسبون هؤلاء، ثم جعفر الصادق، هؤلاء عندهم كفار، ولذلك يكفرون أهل السنة لغاية ما بقيت الاثناشر، اللي ما يعرفش الاثناشر واحد ما يبقاش مسلم، ويسمون أهل السنة النواصب، ويستحلون منهم الدماء والأعراض والأموال، وهم من شر أهل البدع، عقائدهم عقائد كفر وضلال. ولكن جمهور أهل السنة لا يكفرون الواحد منهم إلا بعد إقامة الحجة، ولم يزالوا يحجون مع المسلمين ويصلون معهم دون أن يقيم عليهم حد الردة عبر السنين الطويلة أحد من الأئمة،
ولذلك جمهور أهل السنة على أن الرافضة لا تكفر بالعموم كالدروز والباطنية والعلويين، بيفرقوا بين دول ودول، بيفرقوا بين اللي قالوا علي هو الله وبين اللي بيقولوا علي ولي الله، وبيدوله في الحقيقة صفات هي من صفات الإله بس ما بيقولوش عليه إله، وبالتالي فيبقى يحتاج إلى إقامة الحجة. وأما الشيعة النوع الثالث فالشيعة المفضلة الزيدية اللي كانوا اللي موجودين باليمن، بس دلوقتي بيتحول جزء كبير منهم كل شوية إلى الرفض، إلى الشيعة الإمامية اللي هم الحوثيين بقى. لكن قبل الحوثيين، قبل ما تظهر الحوثيين دي، كان كل اليمن زيدية. دول شيعة مفضلة. دول إيه شيعة مفضلة؟ يعني بيقولهم إن الخلفاء أبي بكر خليفة وعمر خليفة وعثمان خليفة، بس علي أفضل من التلاتة، ودي بدعة ضلالة لا شك في ذلك، لكن غير مكفرة في هذا الجانب اتفاقا. والخلاف في تكفير الخوارج وفي تكفير المعتزلة خلاف سائغ، وجمهور أهل العلم لا يكفرونهم إلا بعد إقامة الحجة الرسالية التي يكفر منكرها. أدي الموقف بالنسبة للشيعة، وبالنسبة لمسائل التكفير تبقى مسائل الاتباع. احنا نقول التوحيد والاتباع، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، السنة من الوحي المنزل من عند الله عز وجل، محفوظة كما أن القرآن محفوظ، هي من الذكر وهي في التشريع كالقرآن. ألا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه في التشريع. ليه بنقول في التشريع؟ لأن القرآن كلام الله مكرم ومقدم على كل كلام غير مخلوق، والسنة من الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في بالمعنى. وأما الألفاظ من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. والسنة مع القرآن بمنزلة واحدة من جهة التشريع، بمعنى أنه يؤخذ منها التحريم كما يؤخذ من القرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يحل لكم، يعني المنكر للسنة، الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. يعني ينفع إحنا نأكل الكلاب والقطط والسباع والنمور والحمير ولا ده حرام؟ حرام. طب حرام ليه؟ مش موجود في القرآن، ما كان موجود في ليه؟ في السنة. وطالما موجود في السنة موجود في القرآن. والذي يطعن في مصادر السنة كالبخاري ومسلم هو طاعن في الدين في الحقيقة، لأن هذا الأمر قد تلقته الأمة. الأمة مقصود بها علماء الأمة، مش إسلام البحير. أصل إسلام البحير يقول أنا من الأمة وأنا تلقيتوش بالقبول. هو أنت مين أنت؟ هو مقصود علماء الأمة تلقوا البخاري ومسلم بالقبول، وعنه أخذ عامة المسلمين القبول للبخاري ومسلم. إن العامة يقولون وإحنا غلطنا في البخاري، ولو أقسم أحد بأن بين ما في كتاب البخاري هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع يمينه، يعتبروه أقسم على شيء صحيح. وكل ما تلقته الأمة بالقبول عدا الأحاديث الآحاد، آحاد يعني المعدودة التي لا تجاوز العشرة تقريبا في صحيح مسلم، فكل ما سوى ذلك فهو متلقى بالقبول غير المستدرك على البخاري ومسلم، لا يجوز لأحد أن ينازع فيه. والسنة تتبع في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات، مش هنقول أن السنة تؤخذ بها في العمل فقط دون العقيدة. الحديث الصحيح حجة في العقيدة والعمل. هو الفرق مع القرآن في أن منكر القرآن كافر ومنكر الحديث الصحيح مبتدع. الحديث الصحيح المتفق عليه اللي هو متلقى بالقبول، مش المقصود بالبخاري ومسلم. وأما الأحاديث المختلف في صحتها فمسألة اجتهادية. يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والتقرير وفي العقيدة والعبادة والخلق والمعاملة،
في كل الأمور ظاهرا وباطنا، ثم جانب آخر في جانب مناهج الاستدلال الإقرار بالإجماع والإقرار بالقياس الصحيح. هذه الأصول متفق عليها: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، القياس الصحيح. وأما ما سوى ذلك من الأصول فمسألة اجتهادية بين العلماء، يعني خلاف في المصالح المرسلة، الخلاف في الاستحسان، الخلاف في قول الصحابي، خلاف معتبر. أما الخلاف في القياس كجملة لا يعتبر، الخلاف في الإجماع لا يعتبر. اللي يقول ما فيش حاجة اسمها إجماع يبقى ضال، اللي ينكر القياس بالجملة يبقى ضال. هذه مسألة مجمع عليها بين أهل السنة، الظاهرية فقط الذين يخالفون ولا يعتبر خلافهم. الجزء الثاني في قضية الاتباع محاربة البدع، البدع في العقائد وهي أشد البدع، والبدع في العبادات وأصول المعاملات. إدخال البدع في باب العادات تجاوز وغلو من بعض المعاصرين. يعني اللي هيقول لي إن الميكروفون بدعة والتلاجة بدعة والطيارة بدعة والأسفلت بدعة، يبقى هو اللي إيه؟ اللي مبتدئ، اللي متجاوز في هذا الباب. وهكذا في كثير من الأمور. بنتكلم على قضية التزكية وإصلاح النفس، وده جانب مهم جدا من جانب تكوين الشخصية المسلمة التي لابد لنا أن نسعى إلى تحصيلها. لابد من التهذيب والإصلاح بفعل العبادات القلبية، الحب لله والخوف من الله ورجاء فضل الله والتوكل على الله والشكر لنعمته، كل العبادات القلبية الواجبة وبعضها مستحب والدرجات العليا منها مستحبة. كل ذلك من أعظم ما يتقرب به إلى الله، وهو مقصود العبادات. لعلكم تتقون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ورسول قال التقوى فين؟ ها هنا في القلب. فالعبادات القلبية وتطهير النفس من أمراض القلب كالكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والغل والحقد والبغضاء، كل هذه من أعظم الواجبات. تطهير النفس من هذه الأمراض بالتخلي، ثم واجب علينا التحلي، وهذا يتم من خلال الإيمان وأداء الواجبات والمداومة على النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى أنت أول حاجة بتقرب إلى الله عز وجل بالإيمان، من عاد لي وليا، والولي الذين آمنوا وكانوا يتقون، الإيمان. ثم أداء الفرائض أعظم ما تقرب العبد به إلى الله، ثم النوافل. يكون هذا في الإصلاح الباطن في العباد بهذه العبادات فعلا وتركا، ثم بمعاملة الناس بالخلق الحسن والمداومة على الأعمال الصالحة في فضائل الأعمال. الخلق الحسن بأداء حقوق الأخوة الإيمانية للمسلمين، والأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة والصوم والحج وأنواع الخيرات المختلفة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس وأنواع الخير، كل ذلك والسبيل إلى التزكية وإلى إصلاح النفس. نعرج بسرعة جدا مع أن دي كلها محتاجة تفاصيل، بس عشان نكمل من نحن، إيه موقفنا من قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ في ثلاث مسائل مهمة جدا في هذا الباب، أنه لابد فيها من العلم ولا يدعو إلى الله بجهل، يدعو إلى الله على بصيرة وعلم، وأهمية العلم في كل شؤون الحياة وفي هذا الباب خصوصا. تاني مسألة، مسألة مراعاة المصالح والمفاسد، لابد، ودي مسائل الجهاد مرتبطة بذلك أيضا، لابد أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالمعروف بما يحقق المصالح ويدفع عن الأمة المفاسد. ثالث حاجة، شرط القدرة، ولا بد من مراعاة قضية القدرة والعجز، وأن العاجز لا يكلف بما عجز عنه، ودي في كل التكليفات، بس في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي باب الجهاد من أعظم الأمور أهمية، وهي اللي بتفرق
عن الاتجاهات التي ترى الإقدام والصدام بكل حال دون مراعاة لقضية المصالح والمفاسد ودون مراعاة لقضية القدرة والعجز. فيترتب على ذلك من أنواع الفساد على الأفراد والمجتمعات ما الله أعلم به. إذا أضيف إلى ذلك فكر التكفير أو التوقف كان بدعة خطيرة مدمرة للمجتمعات. إذا أضيف إلى ذلك حمل السلاح على المسلمين واستباحة دمائهم واستباحة أعراضهم وأموالهم كان ذلك من أعظم الفساد في هذا الباب. لذلك بنقول القضايا دي بنراعي فيها قضية قوة المسلمين وقوة الكفار المخالفين لهم أو البغاة المخالفين لهم أو الطائفة الممتنعة المخالفة لهم. لابد أن تراعى هذه الضوابط. الإمام العدل يقاتل البغاة، متى يقاتلهم؟ إذا غلب أولا لابد أن يدعوهم إلى المصالحة، يزيل شبهاتهم، فإن رجعوا إلى الطاعة وإلا جاز له أن يقاتلهم. وهؤلاء البغاة يقاتلون بطريقة محددة في الفقه الإسلامي تختلف عن قتال الكفار والمرتدين وتختلف أيضا عن قتال الطائفة الممتنعة، وإن كان جمهور العلماء يجعل الطائفة الممتنعة عن الشريعة ضمن قتال البغاة، لكن الكلام ده بشرط أن يكون قادرا عليهم وإلا لم يقاتلهم ويؤدي إلى استئصال أهل العدل. ولذلك القضية دي قضية مراعاة قوتنا وقوة عدونا سواء مع اليهود سواء مع المشركين مع الشيوعيين، لابد مع كل من يقاتل لابد أن تراعى، حتى تراعى قضية قوة المسلمين وقوة عدوهم كما دلت عليه آية سورة الأنفال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 إلى قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. لذلك بنقول القضايا دي قضايا ذات أهمية كبرى، وأولويات العمل الإسلامي في الإصلاح مبنية على تكوين الشخصية المسلمة المتكاملة، ثم وجود الطائفة المؤمنة التي تقوم بفروض الكفاية، ثم يمكن الله عز وجل للمسلمين بما شاء، مكن لهم بالقرآن ومكن لهم بالسنان، يفعل الله عز وجل ما يشاء. قضايا الخلافة الإسلامية والدول الإسلامية المعاصرة إيه موقفنا منها؟ الخلافة دي قضية يعني يعتقد أهل السنة بوجوبها لا يتنازعون فيها، مسألة مجمع عليها الإجماع على وجوب الإمامة وأن يوجد من يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين. من الذي سنعطيه وصف الإمام ووصف الخليفة ووصف أمير المؤمنين؟ هو الذي يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين، يقودكم بكتاب الله. لا يعطى هذا الوصف لمن لا يقيم ذلك، لمن يضيع الدين ويضيع الدنيا أو يعجز عن ذلك وذلك. يمكن أن يوصف، لا يوصف بالإمامة ولكن يوصف بأنه رئيس أو ملك أو أمير. طب الدول الموجودة دلوقتي دي إحنا هنعتبرها دول كافرة ولا دول ظالمة يجب محاربتها؟ لا، احنا لا نكفر بالعموم، ومن ارتكب كفرا نظرنا في استيفاء شروط وانتفاء الموانع. يعني تكفير الحكام مبني على انه يكون ارتكب كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، وبما في ذلك قضية الحكم ما انزل الله بغير ما انزل الله، ولكن لابد ان ينظر في ان هو هذا الامر استوفى الشروط او وانتفت الموانع ام لا. يعني لو في حاكم يعجز عن تطبيق أجزاء من شرع الله أو أكثر ذلك، مش هنقول له أن أنت خرجت من الملة. يعني إحنا مع الدكتور مرسي ربنا يفك أسره كان ما في أشياء كثيرة من الشريعة لا تطبق، وبتوع حماس إلى الآن لا يطبقون الحدود ولا غير ذلك. يعني علم كفار نقول في أجزاء مقصرون فيها وفي أجزاء يعجزون عنها، وبالتالي لا نكفر. وكذلك نطبق الكلام ده على الأنظمة الحالية، النظام الحالي، ليس كل من ترأس دولة من الدول الإسلامية نحكم عليه بالكفر لورود النظم الوضعية.
لأن في أشياء معجوز عنها وفي أشياء مفرط فيها، ولكن من في الجملة يقول أنه ملزم بالشريعة والدين لا نحكم عليه بالخروج من الملة بذلك. يبقى بقى أن الدول دي بالنسبة للخلافة الإسلامية، أو أنا قضية الخلافة نؤكد على أهمية أنه لابد أن يكون ذلك عن مشورة المسلمين، مش مجموعة تقرر أن هي صاحبة الإيه القرار، وأن مجلس الشورى بتاعهم قرر أن أبو بكر البغدادي خليفة يبقى خليفة. قال عمر رضي الله عنه: من بايع، كما في البخاري، من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا يبايع، فلا يبايع، وفي رواية فلا بيعة له. لذلك القضية دي قضية من هو هذا الشخص، مجهول الحقيقة، مجهول. بالعكس الجزء المعلوم عنه أنه إنتاجه من أهل البدع، غير معلوم إيه الإنتاج العلمي والتاريخ العلمي بتاعه، التاريخ الدعوي بتاعه، التاريخ الجهادي، حتى ليس عندهم إلا من قتلوه من المسلمين أضعاف من قتلوه من الكافرين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أما ما يصرح به فهو يصرح بتكفير طوائف عظيمة من بلاد المسلمين كلها. يبقى نقول أهل البدع دول يكونوا هم ومن غير مشورة المسلمين، وشخص مجهول لا يصلح، ولا عنده ولا علم ولا دعوة ولا حجة يصلح أن يكون خليفة. بنقول بعد كده موقفنا من الدول، الخلافة أمرها بعد كده تكون بالطريقة دي مصيدة في حقيقة الأمر يسمح بها الأعداء عشان يتجمع الشباب المغرور. ها أبوك حرام كمان، أبوك حرام كمان خلافة هناك، كل حد يقول خلافة دلوقتي بقت يعني لفظ، يعني لابد أن يوضع في مواضيع، والعلماء المسلمين هم الذين يقررون ذلك، وأهل الحل والعقد منهم أهل القوة والشوكة والسلطان مع أهل الحل والعقد من أهل الإسلام. الكلام ده بنقول إن هو الدول المعاصرة دي يحافظ عليها كخطوة على تحقيق، على طريق تحقيق الوحدة بين دول العالم العربي والإسلامي، وليس وإقامة الخلافة بعد ذلك، وليس أنها دول ينبغي هدمها. هدمها معناها هدم المجتمعات، هدم الدول دي معناها استباحة الدماء. هذه الدول اللي بيحصل فيها انهيار للدولة، ومن هنا كان حفاظنا في الفتن الأخيرة دي على ان احنا حريصين على الدولة ان تبقى، ولو تغيرت القيادة، ولو كانت القيادة الأولانية منتخبة والتانية تامت متغلبة بالقوة. بس على فكرة ما بنقولش عن حد ولي أمر إلا إذا كان مقيما للإيه؟ للدين ويسوس الدنيا بالدين. لكن بنتكلم إن الخروج والقتال ومحاولة تخريب البلاد مين اللي هينتفع بيه؟ الأعداء. ومين اللي هينضر منه؟ المسلمون. وانهيار الدولة معناها مع الجهل ووجود السلاح وشيوع الفوضى معناه إن ضياع الأمن بالكلية، ومعناه مع إن الأمن يكون جهاز أمني في ظلم، في ظلم، وننهى عن الظلم ونحرم الظلم ونقول لهم اتقوا الله وما تكذبوش على ناس وحطوا لهم تهم بالباطل. ولكن غيابه بالكلية معناه إيه؟ معناه إن بدل الظلم ما يبقى على 100 و200 و1000 و2000 و20000 و40000 يبقى على ملايين، ويبقى الدماء تجري أنهارا. كم واحد اتقتل في مصر، وكم واحد اتقتل في ليبيا بالنسبة لعدد السكان، وكم واحد اتقتل في سوريا والعراق نتيجة الفوضى. الاحتلال الأمريكي قتل 1,000,000 واحد وسابها بعد كده فوضى، كملوا 2,000,000 بسبب الفوضى والميليشيات. ليبيا 70,000 فقط ولسه جاي المستمر، والله أعلم ماذا يحدث. في سوريا لغاية النهاردة 500,000 إنسان قتيل، وعشر أضعافهم على الأقل مرحلين، وبلاد بأسرها هدمت فوق رؤوس أصحابها. إحنا بنقول الكلام ده لو بلادنا تعرضت له، الناس في سوريا بيقولوا الكلام ده نحتمله عشان العلويين الكفار، لكن ما نحتملش احنا ليه احنا نقول جيشنا وجهاز الشرطة عندنا ان دول زي العلويين الكفار؟ ده أكثر الناس بفضل الله يصلون ويحافظون على الصيام، وكثير منهم يقرأ القرآن. في الجملة ليس هذا
الذي يقتضي ان احنا نهدم الدولة من اجله. عشان كده احنا موقفنا في قضية الحفاظ على الدولة، لان احنا بنقول تفتيت الدول دي يبقى خطوة ابعد عن الخلافة، وبقائها بقاء لحرمات المسلمين وتمكين لهم، بقاء الدولة دي تمكين لهم من حفظ الدين والدماء والأعراض والأموال. وإن وجد ظلم ونحن نقر بأن في ظلم، لكن ننهى عنه ولا نرضى به ونحذر منه، ولكن ما نقولش إن احنا نستبدله بظلم أشد منه. ما نقولش المرة دي ممكن ما يبقاش الحاكم هو اللي بيظلم، يبقى الناس بتظلم بعضها بعضا، يبقى الجماعات اللي حاملة السلاح هي التي يقتل بعضهم بعضا. يخطب خطبة واحد عن النهي عن التكفير في ليبيا، تاني يوم يتقتل. ليه؟ عشان ازاي يتجرأ ويتكلم عن جماعات التكفير. يبقى احنا يترتب على ذلك ان اللي ما يعجبهمش يقتلوه، قال لهم طلعوا لي، عايزين يطلعوا جوازات مزورة، مرضيش الرجل يطلع لهم جوازات مزورة، دخلوا عليه قتلوه. ده غير بقى مظاهر لا تحصى من انواع الفوضى، 17 معسكرات قتالية، الجماعات كل منها مختلف عن الآخر. الجماعة الإسلامية المقاتلة غير أنصار الشريعة، غير ثوار 17 فبراير، غير شهداء أبو سليم، غير مصراطة، غير الإخوان المسلمين، غير القطبيين. وكل الجماعات كل منها لها إيه؟ لها ميليشيات ولها أسلحة، واللي يزعلوا من حد يحصل قتال، غير كثير من العامة الذين يتيهون في هذا الهراء اللي بيحصل في كثير من البلاد، مآسي ضخمة جدا. بنقول ان الحفاظ على الدولة، الحفاظ على الدولة يمنع من حصول هذه المآسي، ومواقفنا مبنية على مراعاة المصالح والمفاسد واختيار اهون الشرور ودفع اعظم الشرين باحتمال ادناهما وجلب أعظم المصلحتين ولو فاتت أدناهما. ونحن لن نستطيع إصلاح المجتمعات إلا بما ذكرنا. يبقى إيه الذي نريد؟ نريد إصلاح الفرد بوجود الشخصية المسلمة المتكاملة المبنية على الإسلام والإيمان والإحسان، ووجود الطائفة المؤمنة التي تقوم بفروض الكفاية من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، والإصلاح بين الناس بمقتضى الشريعة، وفصل خصومتهم بمقتضى الشريعة، وتعليم الناس وإفتائهم بما شرع الله عز وجل. وفي بعض البلاد الدفع عن بلاد المسلمين حيث غابت جيوش الجيوش واضمحلت، يعني الناس تقاوم الاحتلال إزاي إذا الجيش انهار؟ ما نقول لهمش لا ما تعملوش حاجة، نقول لهم اجتهدوا أن تقاوموا العدو المحتل ولو كان الجيش قد انهار، الجيش يساعد الشعب في مقاومة الاحتلال. وهكذا فروض الكفاية المختلفة، رعاية الأرامل واليتامى وإقامة الجمعة والجماعات وتعليم الناس الشريعة وما يلزمهم من أمور الفقه في العقائد والعبادات والمعاملات، كل هذه الأمور من فروض الكفايات يشرع التعاون عليها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ثم يفعل الله ما شاء. هدفنا في النهاية أن نحقق العبودية لله، عبودية الفرد وعبودية الأمة، وإقامة نظم الحياة الإسلامية ولو بالتدريج حسب القدرة وحسب المصلحة المعتبرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.